خلال حقبة الحرب الباردة، سعى السوفييت والأمريكيون للحصول على أحدث التقنيات بمجالات عسكرية متعددة كالمدفعية والصواريخ الباليستية والدبابات والطائرات. لجأ الطرفان للتجسس على بعضيهما لمعرفة مدى تفوق الطرف الآخر ونهب تكنولوجياته العسكرية. وخلال هذه الفترة حقق الاتحاد السوفيتي إنجازاً استخباراتياً فريداً من نوعه، حيث نجح عملاؤه عام 1967 في إرسال أحدث التكنولوجيا العسكرية الأمريكية نحو موسكو اعتماداً على البريد. إلى ذلك جندت المخابرات السوفيتية ما بين منتصف الخمسينيات ومطلع الستينيات كلاً من الطيار الألماني الغربي وولف ديتهارت والمهندس المعماري الألماني مانفريد رامينجر والرجل البولندي الأصل المقيم بألمانيا الغربية جوزيف لينويسكي للعمل لصالحها. في البداية أوكل السوفييت إلى لينويسكي ورفاقه مهام صعبة طلبوه من خلالها بسرقة أجهزة رادار ومراقبة والهرب نحو موسكو عبر طائرة F4 فانتوم 2. وأمام استحالة إنجاز مثل هذه المهام قرر لينويسكي سرقة صاروخ جو أمريكي من نوع AIM-9 سايدوندر متطور ومزود بباحث حراري لتسليمه للسوفييت. يوم 22 من تشرين الأول 1967 تسلل العملاء الثلاثة لداخل القاعدة العسكرية بنويبريغ معتمدين على وثائق كنوب العسكرية ومستغلين عامل الضباب الكثيف وإهمال حراس القاعدة. ومن داخل مخزن الذخائر سرق العملاء الثلاثة صاروخاً من نوع AIM-9 ونقلوه عبر عربة يدوية نحو سيارة مانفريد رامينجر الذي تكفل بإخفائه بشكل جيد لتجنب إثارة شكوك رجال الشرطة بالطريق. مع وصوله لمنزله بقرية كريفيلد تكفل مانفريد بتفكيك الصاروخ ووضع أجزائه داخل صناديق نقلها نحو مركز البريد لإرسالها لموسكو. وبسبب الوزن الزائد لهذه الشحنة الفريدة من نوعها أجبر على دفع مبلغ 79 دولاراً و25 سنتاً كتكاليف شحن نحو موسكو. حسب الخطة التي وضعها رامينجر كان من المقرر أن ينقل هذا الطرد البريدي الفريد من نوعه من دوسلدورف مروراً بكوبنهاجن لموسكو. فضلاً عن ذلك اقتنى هذا المهندس المعماري تذكرة للسفر بنفس الطائرة التي ستنقل الصاروخ المفكك. وبسبب خطأ بريدي عاد الطرد البريدي نحو دوسلدورف وهو ما دفع رامينجر للعودة لألمانيا الغربية لإرساله ثانية إلى موسكو التي بلغها بعد تأخير دام 10 أيام ليحصل بذلك السوفييت على نسخة من صاروخ AIM-9 الحديث. عام 1968 ألقت شرطة ألمانيا الغربية القبض على هؤلاء العملاء الثلاثة بتهمة التجسس لتصدر لاحقاً في حقهم أحكاماً تراوحت بين 3 إلى 4 سنوات سجن.